إما التغيير في الفترة الشتوية الثانية للتسجيل. ستشاهدون بالطبع أسماء متغيرة، خاصة الأسماء المتضررة. عالية داخل منطقة الجزاء، خطرة مطالبة بركلة جزاء. يا رجل امش بالكرة وبعدين فكر في ركلة الجزاء. كرة منقولة وبالتالي حتى لا تفقد التركيز، كرة منقولة. محاولة في وسط الملعب، الهجمة المرتدة اللي تحدث عنها خالد سلمان، يقول إذا فتح الريان، إذا فتح الريان راح يندم. كرة منقولة، محاولة على الطرف دي، ولكن برافو برافو الشمشوري واقف له، الكوري طالع له، تشونغ يونغ طالع له بالتوقيت بالمرصاد على ديمينيرو. محاولة خطأ، الفواري عصب، أمارة ديالي عصب على الكرة الماضية. يعني حتى هو مو في كامل جاهزيته على فكرة أمارة ديالي، بعد الرحلة اللي راحها إلى فرنسا والاطمئنان على ظروفها الخاصة.